أعلنت شركة نفط الكويت حصولها على جائزة التميز العالمية بمجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، وذلك عن فئة الاستدامة وخفض الانبعاثات، والتي تمنحها المنظمة الخضراء في العاصمة البريطانية لندن. وأكدت الشركة أن هذا التكريم هو بمثابة إقرار بنجاحها في خفض نسبة حرق الغاز من نحو 20% إلى نحو 0.5%، وذلك من خلال مبادرة أطلقتها مجموعة عمليات الغاز في الشركة ونفذتها في مختلف المرافق السطحية بمنطقة غرب الكويت.